أبو حسن، بس أريد أفتهم شغلة واحدة، التهمة الموجهة لحسن شنو هي؟ يعني على أي أساس قانوني تم اعتقاله؟ صعد محكمة؟ ست هو اعتقاله، احنا هم كلهم يشتغلون يقولون انت ارهاب، وهو ارهاب ما عنده، ولحد هذا الدقيقه ما عنده اي اعتراف، يعني قفل صوته هو ما عنده كل شيء. هذا هو هذا التهمه مالته، كل شيء ما عنده، واحنا لو نعرف عنده شيء ما نوصل لا لحضرتكم ولا لاي احد، اي مسؤول شخصي يعني. طيب بهاي الحاله ابو حسن انتم شو تطالبون؟ شنو مطالبكم؟ نعم نطالب الحكومة، رئيس الوزراء، وزير الداخلية باعتقال الضباط اللي عملوا به هذا العمل الإجرامي، باعتقالهم ويأخذون حقهم من المحاكم. نعم. طيب. حالة حسن حاليا جيدة؟ والله مو جيدة. لو شوفينه شلون الصور، شفتوا الصور شفتوها؟ الآن نعرض الصور إحنا. بدنا نشوف الصور انه هو متعرض الى اضرار كبيره في جسمه، في اجزاء من جسمه، يديه وايضا اطرافه.